الحلقة الماضية عرضت يعني شفنا فيديو أغنية لفنانة شابة صاعدة هي فيفيان. شو رأيك اليوم فيفيان ويانا؟ والله هذا سعيد جدا. فيفيان تنضم لنا من استوديو في بغداد عبر السكايب، تنضم لنا وراح ندردش أنا وياك وياها. يا ريت. فيفيان شلونك؟ مساءكم سعادة وإبداع. اهلا وسهلا بك فيفيان. فيفيان مساء الخير. مساء الخيرات. انا مثل قلت لك قبل فتره انه ما متحمسه صوتها، يعني لها خامه خاصه وحدها. فيفيان نعم اسمعكم. شو رايك بالمفاجاه اللي سويناها هذه الحلقه؟ انا ساعاتي ما اقدر اوصفها، لانه يعني بصراحه قامه من قامات العراق الشامخة سمعت صوتي وانطتني رأيها، يعني فكان شيء كلش سعادة. فيفيان اليوم راح نتعرف عليك أكثر، وجمهور الشرقية والظهيرة يتعرف على فيفيان عن قرب. فيفيان تحب توجه سؤال بالبداية؟ لا، قبل السؤال خليني أقول لفيفيان أنه لازم تعرفي دا تغني الغناء الحديث. نعم. والغناء الحديث هذا شيء ما حد ملتفت إليه، أنه دائما يأكدون على أنه العراق أكو به المقام العراقي والأطوار فيه. نعم، هذا تراثنا التليد لا يمكن أن ننسى، بس أكو شيء كلش مهم نهار ثالث هو الغناء الحديث. فيفيان أنا أقول على الشيء اللي سمعته سابقا، ها نعم، وهسه سمع يمكن أعطي رأي أكثر أهمية. إحدى نجوم المستقبل إن شاء الله على اللي سمعتها بذاك. هذه شهادة عتست بيها. تطلب منها أغنية معينة؟ لا، بس بتسأل فيفيان إذا سمحتي، أنت بمن تأثرتي أول ما بديت الغناء؟ بأي صراحة فور. يعني أني كنت أسمع الهواية مطربين، يعني كنت أسمع أم كلثوم، كنت أسمع فيروز، أصالة، ذكرى. ومن العراقيات؟ من العراقيات نقدر نقول عفيفة اسكندر، سليمة مراد، يعني أحب أسمع هواي صراحة. بس أنا من سألت هذا السؤال، تعرفين اللي سألته؟ سألته من أجل ليش؟ أنه حتى دا أريد أشوف هذا صوتك وإمكانيتك والملكة اللي تمتلكيها جاءت من شيء ملموس مهم. ليش؟ لأن كل مطرب من يبدي لابد أن يتأثر بصوت معين، مو تأثر للسماع، لا، تأثر للمحاورة بأداء الأغنية مالته. فأنا لذلك سألتك أنه بمن متأثرة. يعني هسه مثلا أنت عديتي هاي الأسماء، هل من بالإمكان أطلب منك مثلا أغنية أم كلثوم مثلا؟ أكيد. أي أغنية راح تختارين؟ تمام، هسه أغني. تمام. حبي اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل ما عن الحب لما تتكلم علي، لما تتكلم علي حبي 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 اللي انت جاي تقول علي. حلو. 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 هذا الشيء اللي يتميز هسه يعني اقدر استكشف. نعم. استكشف تماما. نعم. انه مدى امكانيه فيفيان. ليش؟ لان هذا شيء مفاجئ. لربما الاغنيه تحضر نفسها لها، بس هسه من غنت حب ايه ما محضره نفسها. باغنيه حب ايه او بلحن حب ايه تبدي من طبقه. نعم. واكو طبقه اخرى ثانيه. نعم. طبقه اعلى. فهي لو لم تكن تمتلك الأذن الجيدة نعم. بما يتناسب مع حجرتها، بإمكانها أن تبدي من طبقة
من توصل حب إيه صاعدة الجواب ما تهدي، ما تقدر تهدي. دلالة على أنه تمتلك ذكاء فني رائع. هذا أول شيء فيبيان. لا ممكن أسأل سؤال آخر حتى أخذ جانب آخر من صوتك. جبتي اسم فيروز. نسمع شيء من فيروز. تمام. حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني، حابسني برات النوم تاركني سهراني، أنا حبيتك حبيتك أنا حبيتك حبيتك. شوفي هذه أنا هسه سويت عملية اكتشاف لصوتها. صوتها يميل إلى الحالة للغناء الحديث، الغناء الرومانسي وليس الغناء الطربي. غناء ألحان أم كلثوم غناء طربي، غناء فيروز غناء رومانسي تعبيري. إذن صوتها يأتي إلى هذا الطريق. هذا الطريق يمكن أن يتصاعد ويسمو لو وجد ملحن يسير في هذا النهج. ولذلك إحنا كنا بأصوات شابة، أو أنا كنت بأصوات شابة، أخلي المجموعة الشبابية لتغني مع المجموعة. مجموعة يغنون يعني بالبداية، ولكن من خلال هذه الأغاني كل واحد نقدر نطلعها، هذا بهجها وهذا بهجها وهذا بهجها، وبعدين نختار الملحن اللي يحمل هذا الفكر واللي يحمل هذا الفكر يروح للطريق اللي يحتاجه. يا سلام. لذلك هذا دفعني بوجود فيفيان وصوت فيفيان. أنا أقول أنه ظهيرة الجمعة تأخذ على ضمن المهام مالها مهام اكتشاف الأصوات وإدخال الأصوات في دورة موسيقية بأكاديمية الشرقية خلال سنة. إذا طلعونا أربع أصوات خلاص ممتاز نمليها للساحة، نرجعها لفقط مواهب بس. أي. المرة على ضوء توجيهات حضرتك يعني. أي. ليش؟ لأنه هسه أنا خلاص اكتشفتها بخلال أغنيتي. ولذلك أنا من جون المطربين هسه الأسماء الكبيرة اللي ما أجيب أسماءهم حتى لا أنطي حق الواحد وما أنطي حق الآخر. أول ما طلبت منهم يغنون لعدد من الألوان الغنائية وليس عدد من الأغاني. لأن من الأغاني يعني إذا ما أعرف الألوان أعطي اللون الطربي، اللون التعبيري زين، أو اللون الريفي مثلا لون المقام. هذا الشاب او الشابه من تمتلك بصوتها كل هذه الالوان. صاحب الخبره يقدر يطلع اللون الاساسي. ليش تتخبط بالالوان؟ يعني انا بالنسبه لي فيفيان فيفيان تسير في طريق الغناء التعبيري، ويجب ان نبذل المساعي لايجاد اي ملحن تعبيري يقدم لها الألحان الجميلة من خلال توجيه الدورة أو من خلال ظهيرة الجمعة. وصير نجمة مستقبل. شو الآراء الجميلة هاي؟ يعني الكلام اللي تقوله أتصور اليوم يعني الناس ما سمعته من قبل. اي استروقية يعني اختصار هذا الزمن. اي بالضبط يعني. فاليوم وجودك جدا مهم، وأكيد اللي تفضلت به حضرتك الآن احنا راح ناخذه، راح نبدأ بالظهيرة. راح اي صوت جميل نطرحه بالظهيره. انتم تاسيسكم يعني تاسيس الشرقيه وظهيره الجمعه لهذه المهمه. صحيح. وانا واثق خلال سنه ممكن ان تظهر اربع خمس اصوات نسائيه وشبابيه. تصير لها مكانتها مثل ما صاروا ان شاء الله. ان شاء الله. فيفيان كم مره تاجل وياك اللقاء؟ قبل سنتين واحد. نقول قبل سنة؟ قبلها وراها تأجل لقاء بسبب كورونا، وراها تأجل لقاء هي كانت مريضة، وذاك الأسبوع تأجل لقاء.
فاليوم انت حاضره ويانا وبوجود استاذ فاروق هلال حظيتي بشهاده كبيره، واني يعني راح نبدي ويا فيفيان. فيفيان اول موهبه تتبناها الشرقيه؟ حلو للبرنامج اللي انا دعيت له صراحه. هذا اول تنفيذ لي للفكره وللشرقيه بالذات. للشرقيه بالذات طبعا، لأن الشرقيه مولد النجوم. يعني فيفيان اذا كان في الاعلام، اذا كان طبعاً في الغناء، اذا كان في كل الاشياء، والا لوين صارت اكاديميه الشرقيه؟ حتى يطلعون الكوادر. فخلي الغناء من خلال ظهيره الجمعه. ان شاء الله ان شاء الله احنا ندعم كل المواهب. حضرتك تهتمون بهاي المسائل. والله احنا ندعم كل المواهب، لكن هي يعني هالقد ما تاخرت على فيفيان. شوف اليوم سبحان الله، يعني صبرها كان صبر جميل في مكانه في مكانه يعني. طيب فيفيان انت عندك اربع فيفيان عندها اربع اغنيات اصدرت اربع اغنيات، لكن هي فيفيان انت شلون شفتي صدى الاغنيات عند الناس بكل صراحه؟ هل حققت الصدى المطلوب ام شفتي؟ صراحه نعم. كفنانه مبتدئه خلينا نقول نعم، الحمد لله والشكر حققت، يعني اقدر اقول 50% اقل 40%، ما اريد اخذ هوايه. فبهالوقت صعوبه توصلين للناس لانه الاصوات كثرت والاغاني صارت هوايه. نعم. فهاي مسؤوليه انه احنا ايش راح نقدم، يعني الموضوع شنو راح يكون واللحن شنو راح يكون وهذه التفاصيل كلها مهمه يعني. نعم. فالحمد لله خلي اقول اقدر قدرت انه اوصل ل 40 50% من الناس، يعني كبدايه كلش حلو. هذا يعتمد على التوجيه. صح هي ده تحكي. نعم. الزخم الان زخم الموسيقى والغناء اللي يظهر من خلال السوشيال ميديا، من خلال محطات التلفزيون والالوان الغنائيه. صحيح. من الصعب ان واحد يوجد له لون، ولكن لا لو كانت اكو هناك خبره نعم ودراسه معمقه بشكل علمي، بالامكان ان تختصر الطريق بدل ما ياخذ ثلاث سنين، لا صير بست شهور. ما هو هذا التوجيه اللي تقدر اليوم إيه؟ يعني اليوم انت من حللت صوتها وخليتها في اي خانه، هذا ايش قد ساعدها؟ نعم. هاي الاغنيه بالذات يعني حكينا عنها هواي. فهسه انت قلت لي الاغنيه الملحن اسهر حداد. اسهر حداد نعم. انا برايي نعم. سمع فيفيان اسهر حداد يا فيفيان نعم. اسمعي شوفي انت هسه غنيتي ثلاث اغاني تمام، بس غنيتي لنا قبلها ام كلثوم وفيروز. انا وين وديتك؟ نعم وديتك على فيروز، صوتك يعني قريب الى اللون اللي تغنتها فيروز، ولكن انت هسه غنيتي باللحنين مال ازهر حداد افضل مما غنيتي اغنيه فيروز. يعني معناه هذا الملحن قدر يجد جماليات صوتك والتريلات اللي ممكن ان تظهر بها حميميه الى غناء الرومانسي. فانا برايي هاي ولو لازم نعطي حق للرابع لربما ايضا يكون اكثر، بس ازهر من الملحنين اللي قدروا يكتشفون المدايات الجماليه الموجوده بصوتك. يعني الاستاذ كان دا يسمع الاغنيه ويقول الله شوف الامتدادات، شوف الملحن شلون ذكي. نعم نعم. طيب انا هسه الراي الاخير بشكل عام اربع اغاني سمعت. نعم. ها صوت فيفيان نعم من الاصوات الرومانسيه نعم والتعبيريه وذات الامتدادات الطويله لانه صوتها من تمده نعم. خاصة بالثانية والثالثة امتدادات الصوتية هذه تعني أنه نفسها طويل والنفس الطويل جدا مهم بالتعبير. لاحظت نعم. شلون؟ فأنا أقترح أنه يعني الأغنية الأولى والرابعة كانت أغنية خفيفة نعم إيقاعية ممكن نسميها، بس هذه الثانية الثانية والثالثة أغنية تعبيرية بكل معنى الكلمة والملحن كان جدا بارع في اختيار
المناطق الجميلة في صوتك يا طب احنا شفنا اربع اغنيات غير ازهر حداد، منو كان الملحنين حتى نعطيهم حقهم يعني؟ هي خلي تقول لنا هي منو فيفيان؟ غسان الشامي الاخيره. نعم والاولى والاخيره. نعم الاولى والاخيره. نعم. شوف تدري لا ليش؟ الاولى اي من الاولى؟ الاولى ايضا ازهر حداد. يعني تقولي لي ايضا بعد هسه ذكرتي؟ انا بالنسبه لي عرفت تدريني عرفت من التقطيع، تقطيع الجمل الموسيقيه. نعم. هذا نفس ملحن بينما نفس الثاني والثالث لا مو تقطيع. يعني شلون بحور الشعر. نعم. البحر القصير والبحر الطويل والكذا والكذا. هذا عند الملحن الثاني الاغنيه الثانيه والثالثه عنده امكانيه ان ياخذ مسارات متعدده بالتلحين. نعم. يعني ممكن انه الاغنيه مو على نمط واحد مثلا الافتتاحيه احنا نسميه المذهب. نعم. والكوبليه والبقيه كلها على الكوبليهات. نعم. لا الثاني والثالث الثانيه والثالثه اللحنيه مالتها لا مال الملحن يقدر يسوي امتدادات يسوي تقطيع يسوي سكته. نعم. بعدين يسوي بيانيسيمو بالصوت بالامكان لان صوته تعبيري. نعم. تقدر تسوي من هاي الاشياء الجميله. فانا اعتقد نجمه الشرقيه فيفيان. اتشرف. فيفيان لها سنوات وهي بالكنيسه وهي تغني التراتيل. التراتيل نعم هاي لعبه دور. نعم. بتكوين صوتها. احنا ليش انا كنت بصبال شاب اخلي الشباب اللي يغنون اغاني جماعيه. نعم. لانه من خلال الغناء مالهم الحنجره تتهذب. تنسقل. تتهذب. نعم. تتهذب على عده الوان مو بلون واحد. نعم. لانه احيانا اللون الواحد ينطبع بعد ما تقدر تطلع منه. بس لما تغني عده الوان لا الصوت يقوم يتفتح. شلون الثمر مال الشجره بعدين يلا يبين الثمر. نعم. فانا تجربتها في الغناء في ضمن الجوقات يسموها. نعم نعم نعم, نعم. كان لها اثر سبب كبير. نعم. سبب رئيسي يعني. انا هسه لو سالتها انه انت دارسه موسيقى بامكانها تقول لي ايه. لانه التراتيل هذه هي موسيقى. هي موسيقى. نعم. فيفيان يلا رد نسمع منك. نعم. بعد كل هالكلام هذا اللي قاله الاستاذ فاروق اليوم عدنا لك حلقه جديده هي مواهب شابه نسخه 21 ذكرتوني باصوات شابه بس انتوا اصوات شابه محسن. فيفيان انت دتحضرين شيء جديد؟ ان شاء الله قريبا. عندي عمل ويا شركه ديمو ستوديو. نعم. انا اغلب الاعمال ويا ديمو ستوديو صراحه. نعم. ويا الصديق والاخ حسام الدين ملحن تحياتنا له. موزع. ها. موزع موسيقي. موزع طبعا. نعم. جميل رائع جدا. يعني التوزيع ترى اكو مساله كلش مهمه. يتحدثون دائما الاغنيه كلام ولحن واداء. الدنيا تطورت. نعم. احنا ب 2021 التوزيع اصلا اهم من هواي اشياء ما عدا اللحن. نعم. لا توزيع يلعب دور باك جراوند يصير. الناس بدت. نعم. الان يسمعون السيمفونيه لبيتهوفن. نعم. مثلا شوف التطور الذوق. حتى الذوق تطور. نعم. عند الجماهير بالدول الاوروبيه يسمعون السيمفونيه بها عده حركات. نعم. عاده احنا من نسمع نهايه حركه راسا نصفوا. ما يصفقون. ما يصفقون ينتظرون الى ان تنتهي المقاطع الحركات الاربعه يلا يحيوهم بالاخير تحيه هذا شيء يدل على انه التذوق راقي لان فاهمها السيمفونيه وان كانت تطول حواليساعه. نعم. لاحظت شلون؟ فاذا يعني هاي وصيه لك يا فيفيان ما يمكن. نعم. تغنين اغنيه بدون توزيع ما يمكن لان انت من الاصوات اصوات التعبيريه والاصوات الحديثه. نعم. ما يمكن. وحسام سبق ان كان ضيفي في الظهيره قبل سنوات. والله اي اسم معروف اليوم في يعني مهم ومبدع هو. اذا طيب. احنا راح نتابع هاي الاغنيه مال اللي بيها توزيع حسام. طيب يا فيفيان لا تحضرين تحضرين الان يعني الاغنيه الجديده؟
ده أحضر. نعم نحضر على أغنية جديدة إن شاء الله قريبا. إن شاء الله. فيفيان عندي أيضا أغنية ثانية. نعم تفضلي. المفروض ويا الصديق والأخ عبد الله الفروجي. نعم أيضا هو. نعم فيفيان شاركت بواحد من برامج المسابقات العربية. ها. برنامج كوش مشهور لكن حلقتها ما طلعت. ما طلعة. دا أقول ما إذا شاركت وما مطلعة. يمكن حتى الناس ما تعرف بهذا الشيء، بس أنا حبيت اليوم أذكره لأنه في أحيان يعني أحياناً يكون ظلم لكثير من الأصوات الجميلة في هذه البرامج. فحدثينا عن التجربة هاي اللي للأسف يعني ما ظهرت للناس ولا عرفوا بيك إنه أنت شاركتي في برنامج مهم. صراحة. كانت تجربة حلوة. نعم. تعلمت هواية تفاصيل وهواية أشياء يعني بالفن خلينا نقول. بس ما ندمانة لأنه مثلاً بالعكس فرحت لأنه أكو ناس وصلت للنهائي واختفت ماكو وينهم. فأني فخورة جداً بنفسي اليوم إنه يعني شيء من الأشياء إنه أنا اليوم على الشرقية. طيب وبوقتها وقتها والاستاذ فاروق دي يقيم صوتي فهذا شيء كلش كبير وشهاده كبيره. طيب اذا خلينا ننسى ذيك التجربه. أيه. لانه الناس ما شافتها ولا الحلقه طلعت. خلاص خلاص خلاص, خلاص. اليوم احنا علينا باليوم بعدين. اي وشلون هي ست رقية خليني اقول لك على هاي المساله حتى اخاف تمر عليكم. نعم. يعني البرامج لاعداد الاصوات هي غير البرامج المنوعه. المنوعه يريدون يمتعون الناس فقط. نعم. بس البرامج اللي تريد تعد مطربين. نعم. لا لازم اسلوبها يصير اسلوب اخر طبعا. ولذلك انه انا دا اسمع كثيرين من الاصوات العراقيه طلعت بهاي البرامج العربيه. نعم. بس ما سمعنا نجم صار. ما صار نجم. قسم منهم كملوا يعني حتى لا النجم انا قصدي النجم. نعم. المؤثر. النجم المؤثر يمكن هو صوته جميل. نعم. يمكن يقدم ألحان حلوة. بس هاي يمكن التنس بعد سنين. بس النجم لا. يعني الأسماء العراقية اللي نعرفها. نعم. كيف صارهم ثلاث عقودهم معروفين. صحيح. ليش؟ لأن بنائهم صحيح. نعم. أما البرنامج المنوع يجوز ما يصير ببناء صحيح. بس الإعداد لا بناء لازم صحيح. فيفيان سعداء اليوم كنت ويانا بالظهيرة. أنا جدا سعيدة اليوم وممتنة جدا لحضرتك وللشرقية للأستاذ الكبير أكيد شهادة أعتز بها طول عمري. فشكرا أستاذ. فأرجو أن تهتمين أنه أنا ترى راح أراقب كل الأعمال اللي راح تقدميها. لاحظت شلون؟ لأن أنا واثق أنا واثق أن تكونين أنت اسم يعني مو اسم عابر. ان شاء الله اسم راسخ ان شاء الله اكون قد الثقه هاي اذا عرفتي شلون تختارين واذا تعاونتي مع ناس لهم يعني بمهنتهم معرفه علم ثقافه وعي مو والله لانه يعرف شويه يعزف لآلة او يعزف اكوردات. فيفيان ما مستعجله الشهره. هذا صحيح. هو هذا صحيح بالضبط. هذا صحيح. فيفيان كل التوفيق وإن شاء الله تسلميلي. وإن شاء الله كل النجاح والتوفيق والاختيارات الصائبة اللي تثبتش كواحدة من نجمات العراق بالغناء. وشكرا جزيلا. شكرا لك رقية. شكرا للشرقية وشكرا للكل. في أمان الله. احنا مع السلامة. لا شقد ناس راح يشوفها راح يشوفها هواي. ليش؟ لأنه البنت متهيئة لكي تظهر بالشكل اللي يتناسب مع نجومية أنتوا تريدوها لها. إن شاء الله. يعني أنتوا دوركم يبقى ظهيرة الجمعة وتبقى الشرقية بإمكانها أن تطلع أفضل ملحنين أفضل مغنيين أفضل مغنيات أفضل إعلامي أفضل كل التفاصيل الإعلامية الحلوة. بالعكس أنا أشكركم. إن شاء الله. وإحنا دائما نأخذ بكل الآراء ويمكن إحنا أيضا أسسنا كثير من الأشياء الجديدة بالإعلام. فإحنا راح نتبنى هذه الخطوة أو إحنا بديناها ووقفناها لكن هسه بتشجيع من حضرتك راح يكون هناك نجوم الشرقية. إن شاء الله. وأنا حاضر لتقديم أي خبرة وأي استشارة.
يعني ليلا نهارا، لان لهذا اللي يهمني يعني. مبارك مرة ثانية، كنا بحاجة إلى هذا الظهور الجميل المثقف والآراء السديدة اللي كل الناس كانت تنتظرها. شكرا جزيلا من القلب، وشكرا لكم جميعا. نلتقي يعني دائما على الخير. وجهتك وين راح تكون؟ إن شاء الله أنا راح أروح والله دعوة. نعم. لمهرجان عيون في بغداد 15/12. كل التوفيق. تسلمين. كل التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.